وازاي احنا شايفين كل جهاز تابلت وكل خادم مركزي في اوض شبه اللي حضرتك بتوري يعني بتوريها لنا دلوقتي دي الفصول في كنترول رومز تانية لكل جهاز في ايد الولاد لاتنين مليون جهاز عارفين بيعملوا ايه وبيشوفوا ايه. فعايز اقول في جهد كبير بس منع الغش قبل حدوثه زي بالضبط ما اقول انا بطلب من الداخلية منع جرائم القتل والتعدي على الارض الزراعية قبل ما يحصل. لا كل يوم في ناس بتسرق وكل يوم في ناس بتكسر وكل يوم في ناس ما اقدرش الوم الداخلية الومها لما ما تمسكوش او ما تعقبوش. ولكن وزارة التربية والتعليم بتضبط وبتعمل انما النغمة بتاعت كل يوم الصبح نصحى يا ترى الامتحان ده متسرق بس عشان نقفل الموضوع ده من هنا اليوم للاخر يوم. انا بقول للصحفيين اللي بيسألوني كل يوم من هنا لحد يوم 2/8 كل يوم هيبقى فيه ناس بتحاول تصور الامتحان مش هنسأل بعض السؤال ده تاني لان احنا تعبنا كل احنا هنمسكهم اه بس ده مش الخبر. حضرتك قلت له مهتموا بالأسئلة دي نصيحة كويسة جدا احنا بنعرف نمسكهم خلال اقل من ربع ساعة وعايز